ضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الحق تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. في هذه الآية الكريمة بيّن الله تبارك وتعالى حكم القاذف بأنه يجلد 80 جلدة إذا قذف امرأة حرة بالغة عفيفة، وكذلك يستوي الحال إذا قذف رجلا، هذا باتفاق العلماء يجلد 80 جلدة. ومن الآية الكريمة يترتب على القاذف ثلاثة أحكام: أولها 80 جلدة، وثانيها أنه لا تقبل شهادته أبدا، وثالثها أنه لا يكون عدلا. هذه الأحكام الثلاثة تنطبق على القاذف إذا قذف امرأة عفيفة حرة بالغة ولم يأتي بأربعة شهداء فإن حكمه 80 جلدة إلا أن يأتي ببينة. وهذه البينة أن يوجد أربعة شهداء يرونه قد زنى بفلانة. ليس هذا فحسب، بل فصل العلماء أنه يجب أن يرى الحادثة كما يدخل الميل من المكحلة، وتفاصيل القذف وحكم القاذف عندما درسناها بين يدي شيخنا شعرنا بالإحراج لدقة التفاصيل التي تكلم عنها الإسلام وفصلها العلماء في مسألة قذف الأعراض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. استهان عدد من المسلمين بكبيرة قذف المحصنات. بعض الناس عنده قذف المحصنات كأنه علكة بين أسنانه، لا يبالي بقذف هذه وقذف هذا، وعنده الأمر عادي طبيعي، لا يبالي إذا هتك أعراض الناس. عباد الله، مرت علينا قبل فترة قليلة حادثة هزت مساجد الأنبار وهزت مساجد المسلمين في العراق، وربما تهز مساجد المسلمين في العالم كله. حادثة لرجل عفيف اتهموه بفعل الفاحشة مع صبيين داخل المسجد، ثم خلال
12 يوما ترفع القضية ويحكم مدى الحياة لمرتين. أي قضية في العراق تحسب خلال 12 يوما؟ كم من الذين فعلوا من الجرائم يحتاج إلى وقت لكي تحسم قضيته؟ لكن هذه القضية لأنها دبرت بليل على إمام مسجد وعلى محفظ للقرآن تحسم خلال 12 يوما. اتصلت زوجة المظلوم بأحد الثقات فاعترفت له، قالت له: زوجي عاجز، يعني لا يستطيع أن يجامع النساء، وهي تعترف للمرة الأولى، كيف يفعل الفاحشة مع صبيين في يوم واحد؟ وفي اليوم الذي اتهموه أنه فعل الفاحشة يوم العاشر من آب، ثبت بالدليل أن هذا المدرس في المركز الإقرائي كان غائبا، لم يكن هناك درس في هذا اليوم، لكن القضية قد دبرت بليل. بسبب من؟ بسبب فاجر مدين لهذا الحافظ. وعندما طالبه بدينه قال له بصريح العبارة: إلا شوه سمعتك، سأشوه سمعتك. ففعل فعلته النكراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما برزت هذه الحادثة في مجتمعنا ظهرت ثلاث فرق أمام هذه الحادثة. فرقة أعداء الدين الواضحين الصريحين فرحوا بهذا الأمر وشهروا بل وزادوا من الأخبار ما ليس يوجد. هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية فرقة المنافقين والفسقة من المسلمين. المنافقون نفاقا أكبر، كأنهم ربحوا بطاقة في اليانصيب. لماذا؟ لأن الحسنة عند المسلمين تزعجهم والسيئة تفرحهم. وقال فيهم رب العزة مخبرا عن المنافقين: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذن صفات المنافقين نفاقا أكبر. المنافقين أتباع ابن سلول هذا هو حالهم، يفرحون بمصيبة المسلمين ويبدأون بالتشهير. وتبعهم بعض المسلمين الفجار، وللأسف يصفهم التابعي الفضيل ابن عياض رحمه الله، يقول: المسلم يستر وينصح، والفاجر يهتك ويفضح. المسلم إذا رأى معصية من أخيه لا يفرح بها، يأخذه على جانب، ينصحه، لا يفضحه، هذا إذا ثبت عنه. أما الفاجر ومنهم المنافقون يفرح بالمعصية: فلان فعل كذا، فلان فعل كذا. واليوم التشهير اختلف عن باقي الأيام الماضية. اليوم التشهير إذا سمع كلمة عنده وسائل التواصل الاجتماعي من الفيسبوك وغيره يقول الخبر اليوم تراه غدا في مشرق الأرض، وتراه بعد غد في مغرب الأرض، وإلى الله المشتكى. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مسرحا للكثير من الفجار، حاشا الطيبين. أصبح اليوم كل رويبضة يتكلم بما شاء ومتى ما شاء وبالطريقة التي يشاء. لماذا؟ لأن النت أصبح مفتوحا أمام الجميع، فهو سلاح
ذو حدين، يستخدمه الطائعون لطاعة الله، ويستخدمه الفجار للفجور بالمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الصنف الثاني هم المنافقون ومن تبعهم من المسلمين وللأسف، لكنهم فجار فسقة، لأنهم قذفوا عفيفا بغير بينة. تقذف رجلا وبينك وبينه مئات الكيلومترات، هذه ليست من صفات المسلم، هذه صفات المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الذين تبعوا المنافقين في التقبيل، علينا أن نتخذ موقفا صارما تجاههم. أول هذا الموقف أننا نرد شهادته. إذا شهد يوما في مجلس أو على الفيسبوك أو على غيره، صارحوه، قولوا له: أنت فاسق، أنت قاذف، شهادتك مردودة حتى تتوب إلى الله تبارك وتعالى. هكذا نتعامل مع الفاسقين الفجرة الذين تبعوا المنافقين. بعض المسلمين للأسف يحسبه انتقادا، يحسبه إنكارا للمنكر، وما يدري أنه قد شوه سمعة المسلمين. هذه هي الفرقة الثانية. الفرقة الثالثة فرقة المؤمنين الذين يظنون بالناس خيرا. المؤمن يحسن الظن بأخيه ويتأسف لعثرة أخيه. هذا كان نهج السلف الصالح مع إخوتهم، إذا تعثروا بمعصية لا يفرحون بها ويسترون وينصحون. لماذا؟ لأنها أخوة الدين. الأخوة في الله تحتم عليهم أنهم ينصحوا ولا يهتكوا ولا يفجروا. وأسوتنا في ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل كان الحبيب المصطفى لا يرى معاصي من الصحابة؟ لا، لقد رأى بعض المعاصي من الصحابة، لكن كما قال العلماء سيئاتهم غلقت في بحور حسناتهم. ومن هذه الحوادث حادثة الصحابي ماعز بن مالك رضي الله عنه، التي رواها الإمام أحمد رحمه الله، يروي عن قصة الصحابي ماعز الذي وقع في معصية الزنا، فما زال صاحبه هزال ينصحه ويأمره ويحثه على الاعتراف والتوبة، حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر بمعصيته. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعترف على نفسه 4 مرات، قال: أقيم عليه الحد. وعندما رجموه ومات ماعز رضي الله عنه ورحمه الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال: كيف أنا النبي بين أظهركم والمعجزات بينكم وأنتم صحابة وخير القرون وتفعلون هذه الفاحشة؟ لا. ماذا قال لصاحبه هزال؟ قال له: والله يا هزال، والله يا هزال، لو أنك سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت به. فعل ماعز فعل حق وفعل حسن، لكن ما هو الأفضل؟ أنه يستر على نفسه، وأن من رآه يستر عليه. هذا الكلام يكتب بماء الذهب. والله يا هزال، لو أنك سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت به. هكذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتعامل مع الصحابة الذين وقعوا في بعض المعاصي، فهم ليسوا معصومين، وإنما العصمة للأنبياء فقط. هذا باتفاق أمة الإسلام. هكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الحادثة. حادثة المسجد في مدينة الرمادي وقف لها الكثير من المسلمين في محافظة الأنبار، وأقول لهم: والله لقد أفرحتمونا
وبينتم وجوهنا، رأينا الكثير من الصفحات الغيورة تستنكر وتناشد وتكذب الأخبار الفاجرة، والحمد لله. لكننا نريد وقفة أكبر من هذه. مس المساجد يمس الجميع، الطعن بالمساجد طعن بالإسلام. المسجد لا يدخله الخطيب ولا الإمام فقط، المسجد يدخله الخطيب والإمام ورجل القانون والبرلماني والوزير والرئيس، كل هؤلاء يدخلون المسجد، والطعن بالمسجد طعن بهم جميعا. نريد وقفة مشرفة. هذا الاختبار من أعظم الاختبارات التي تمر بها المحافظة. نريد وقفة جادة من كل سياسي ورجل قانون، ونريد وقفة من شيوخ العشائر مع هذه المسألة، فنحن نركب في سفينة واحدة. أما الذين فرحوا بهذه الكارثة التي حلت بأهل الأنبار فنقول لهم لا خير فيكم، وشهادتكم مردودة، وشهادتكم مردودة، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. نقول للشيخ حكمة العالي، نقول له: قدوا قميصك ما قدت مخالبهم صخرا من الطول فازدادت مثالبهم. لما زعرت بقلب الحسن منتشيا، لما زعرت بقلب الحسن منتشيا، لما زعرت بقلب الحسن منتشيا، لا صوت أسعفهم، لا صوت أسعفهم. لما زعرت بقلب الحسن منتشيا، لا صوت أسعفهم، راغت ثعالبهم، لا صوت أسعفهم، راغت ثعالبهم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه نور الحجة وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لدينا مسألتان. المسألة الأولى تتعلق بالهجمة على المساجد. الهجمة اليوم على مساجدنا مقصودة، القصد منها التسقيط. كيف نرد على هذه الهجمة؟ نرد بأننا نحافظ على الدورات القرآنية، نحافظ على المساجد، وكل ناعق وكل نابح يطعن المساجد نلطمه بحجر. هكذا نثبت حبنا ووقفتنا مع المساجد. هذه مسألة. مسألة أخرى، بما أننا قد تكلمنا عن قذف المحصنات، هذه المسألة من المسائل الخطيرة والدقيقة يتهاون بها بعض الناس. وللأسف إذا رأى خفة تصرفات على امرأة قال سنت وفعلت وكذا، لا يجوز هذا الأمر. متى يثبت الزنا؟ يثبت الزنا بأربعة شهداء يرون فلانا قد زنى بفلان وأدخل منها كما يدخل الميل من المكحلة، وفيها تفاصيل لا سبيل للكلام عنها على المنبر. رأيت فلانة عندها خفة في التصرفات، إذا سألوك ما أخبارها تقول فلانة عندها خفة تصرفات فقط، زنت أو لم تزن لا تسألك. رأيت فلانة صعدت في سيارة مع رجل غريب وخرجت من الدار، إذا سألوك عن شهادتك قل فلانة صعدت مع رجل غريب في سيارة وخرجت، هذا الكلام فقط لا تتجاوز. إياك أن تتجاوز بكلمة واحدة، إياك أن تتجاوز بكلمة واحدة، وإنما تدلي بشهادتك على قدر ما تعمل. فلانة متدرجة وتخرج في الأسواق وتلبس الضيق، تقول فلانة فعلت كذا وكذا. إذا سألوك عنها ربما يسأل أحدهم
من ألف الزواج. ما تقول في فلانة؟ والله فلانة رأيتها تضع المكياج وتلبس الضيق وتتمشى في الأسواق، فقط هذا الكلام. أما مسألة الفاحشة فإياك أن تتكلم، لأن المسألة خطيرة ودقيقة جدا. أسأل الله أن يعافيني ويعافيكم جميعا. اللهم إن الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي حق الدين المبين. اللهم عليك بالظالمين في كل مكان، اللهم عليك بالظالمين في كل مكان، اللهم عليك بالظالمين في كل مكان. خذهم أخذ عزيز مقتدر، يا جبار يا منتقم. اللهم من أراد مساجدنا بسوء فاهتك ستره وسلط عليه جنودك، يا جبار يا منتقم، يا ناصر المؤمنين، يا ناصر المظلومين، يا ناصر المظلومين، يا ناصر المظلومين. انتصر لعبادك المظلومين، اللهم انصر عبادك المظلومين في كل مكان، كلهم عونا يا ناصر المظلومين، يا أرحم الراحمين. اللهم كل الفقراء واليتامى والأرامل، اللهم كلهم عونا يا أرحم الراحمين. اللهم أعن إخواننا النازحين في كل مكان، كلهم عونا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الموتى في ليبيا وفي المغرب، اللهم وألهم ذويهم الصبر والسلوان، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق من بنى هذا المسجد ومن عمل فيه لله من خير وإحسان. اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار وأدخلهم الجنة مع الأبرار. اللهم وفق القوات الأمنية لما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.